حصتكم مع عمو يزيد تجيكم هذه المرة بحلة جميلة جدا، هي حلة عيد عاشوراء. أباكم يوم عاشوراء هو نسبة لليوم الذي تغلب فيه سيدنا موسى عليه السلام على فرعون. والشاطر يعطينا الحل، حكايات فيها عبرة، حكمة، مثل، معلومات، وبها نور العقل. اليوم العالمي بدون سيارة، عمو يزيد دلكم أغنية نقول فيها يا سائق السيارة. يا سائق السيارة خود حذر كبير، واحترم الإشارة، أنا طفل صغير. وانتم يا أطفال اللي حبيتوا ترسلوا عمو يزيد، ما عليكم إلا تروحوا الموقع الإنترنت عمو يزيد.com وترسلونا عبر الزرار أراء وملاحظات. استنونا في الأسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت. سلام، حبكم يا أطفال. قولوا كامل الأمة الإسلامية عاشوراء مبارك، ولكم يا أطفال. واحترم الإشارة، أنا طفل صغير. عيد ميلادك أحلى عيد. تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدوا لهيا.